إلى حياة كريمة، حيث واصلت القافلة الطبية بقرية الزهري بمركز البداري بمحافظة أسيوط أنشطتها لليوم الثاني على التوالي. وتقدم القافلة الخدمة الطبية للمواطنين والعلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتستهدف القافلة على مدار يومين توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن بجميع التخصصات، إضافة إلى الأشعة وتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية. القافلة الطبية دي احنا بنخدم في المناطق النائية، عبارة عن مستشفى متنقل فيها كل التخصصات من باطنة وأطفال وجراحة. عندنا معمل طفيليات ومعمل الدم، عندنا أشعة، عندنا خدمة تنظيم الأسرة وخدمة برضو وخدمة الأسنان. كل الحاجات دي احنا عندنا بندخلها، عندنا في برنامج، عندنا برنامج التسجيل الطبي ده بندخل فيه كل البيانات اللي في التذكرة عشان نعمل إحصائيات بتاعتنا. الصيدلية هنا بتحتوي على جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات اللي بتعالجها القافلة. الأدوية كتيرة ومتوفرة، عندنا مخزون 6 شهور.